وتشهد الجمهورية العربية اليمنية في هذه المرحلة بالذات حركة عمرانية واسعة في المدينة والريف، سواء من حيث بناء المؤسسات الحكومية الجديدة أو بناء المشاريع التعليمية والصحية وغيرها من المباني السكنية. الحركة العمرانية في اتساع مستمر لتشكيل ملامح المدن الجديدة الواسعة التي تتناسب مع حجم الكثافة السكانية ومتطلبات الحياة الجديدة. الريف اليمني ريف حضاري متقدم وهو في نمو مستمر، وقد عملت الدولة على مد الطرقات إلى كل مناطق الريف، فدخلت إليه من خلالها كل وسائل الحياة الجديدة، من أهمها التعليم والصحة والكهرباء والمياه النقية. كما أن الريف اليمني أيضا يتمتع بجمال منقطع النظير تضفيه الطبيعة الخلابة ومنابع المياه، فهو يشكل مناخا سياحيا فريدا استقطب إليه السواح من كل أقطار العالم. واليمن تطل من مشارف كثيرة على مياه البحر الأحمر، وتتحكم في أهم مداخله الاستراتيجية، ولأهميته كملتقى تجاري ومرفأ لكثير من سفن النقل والبضائع عبر المحيط الهندي والموانئ العربية في الجزيرة العربية، فقد أقيم ميناء ضخم على الساحل الغربي بمدينة الحديدة يستقبل أكبر السفن التجارية وكبرى الناقلات البحرية. ونتيجة للأنشطة المتزايدة صناعية وتجارية، ومن كونه مدخلا ومنفذا رئيسيا، أسهم ويسهم في حركة التعمير والإنشاء الواسعة، وللدور الرائع الذي لعبه وجود هذا الميناء عبر سنين الثورة المجيدة، فقد أجري توسيعه وتزويده بالوسائل والإمكانيات مع ما يتناسب والدور الذي يلعبه هذا الميناء، بحيث أصبح قادرا على استقبال الناقلات البحرية الضخمة ومهيئا لعمليات التفريغ والشحن والتزويد بالوقود اللازم في عمليات الاتصال البحري.